أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث نلتقي مع وزارة الأوقاف المصرية ضمن أسابيعها الدعوية والثقافية، وندوة الليلة عن أثر القيم والأخلاق في بناء الدول، ومعنا فيها من الأساتذة العلماء الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض العميد الأسبق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين. أيها الأحباب، الدعوة إلى مكارم الأخلاق من القواسم المشتركة بين جميع الأديان السماوية، فحيثما وجدت الأخلاق وجد صحيح الدين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ويقول الحق سبحانه مادحا أخلاق حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وعندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. أيها الأحباب، نبدأ حفلنا الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ سعيد هزاع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
خاتم النبي. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. أيها الذين آمنوا اذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بأن فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هكذا جاء وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. استمعنا أيها الأحباب إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ سعيد هزاع، وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال الطيب المبارك من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية. ويحضر معنا من قيادات وزارة الأوقاف الدكتور سعيد حامد مبروك مدير عام الدعوة بأوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام الإدارة بأوقاف القاهرة. أيها الأحباب، لقد جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. وعندما سئل الإمام علي عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للسائل: إن الله قال عن الدنيا كلها: قل متاع الدنيا قليل. وقال عن أخلاق الحبيب المصطفى: وإنك لعلى خلق عظيم. عن أثر القيم والأخلاق في بناء الدول نستمع لهذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض العميد الأسبق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحضور الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يطيب لي في البدء أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى وزارة الأوقاف وزيراً، وإلى الإخوة القائمين على أمر إدارة أو مديرية أوقاف القاهرة بأسمائهم، وإلى زملاء المنصة، ولكم مني خالص التحية. وعلى بركة الله أبدأ كلامي بالآتي: أولاً، نحن أمام مفردتين، القيم والأخلاق. فهل القيم هي الأخلاق؟ أم أن فرقاً بين كلمة القيم وكلمة الأخلاق؟ للعلماء آراء، ولكني سأذكر رأياً يفصل في الأمر إن شاء الله. القيم جمع قيمة، والقيمة كل شيء
له قدر ووزن واعتبار واحترام وتقدير، سواء أكان ذلك عند الله أم كان عند الناس. هذا الشيء الذي هو محل احترام وتقدير واعتبار إلى آخره، إما أن يكون متعلقاً بالأمور المادية أو متعلقاً بالأمور الأخلاقية. إذا تعلق الشيء ذو القيمة بالأمور المادية فإنه ينصرف إلى مثل الذهب والفضة والأبنية وما شاكل ذلك، فهذه أشياء ذات قيمة، منها ما نص الله عليه ومنها ما قدره الناس فيما بينهم. وإذا تعلقت القيمة بالأمور الأدبية فإنها تتعلق أيضاً بالأمور الأخلاقية، أو تتعلق القيم الأدبية بآداب عامة أثنى عليها الله وأثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلتها الأمة عن ربها وعن نبيها. فعلى سبيل المثال، الله يمتدح الأمن والأمانة، ويمتدح الصدق والصادقين، ويمتدح الإحسان والمحسنين. إذن هذه الصفات هي قيم لها قدرها عند الله ولها قدرها أيضاً عند الناس، ولكن هذه القيم إنما هي شيء نظري، بمثل ما نقول الصلاة قيمة، الصوم قيمة، إلى آخره. متى تتحول القيمة إلى أخلاق؟ عندما نأخذ الشيء ذا القيمة ونقوم بتطبيقه في حياتنا. تطبيقنا له إما أن يكون مؤقتاً وإما أن يكون دائماً. إذا كان تطبيقنا للشيء ذي القيمة مؤقتاً فهي الأخلاق، ولكنها الأخلاق المؤقتة بحينها، كمن يجود بشيء من المال. المال ذو قيمة، والصدقة أو الإنفاق خلق، لكن هل الذي جاد بشيء مما في جيبه هو مداوم على العطاء؟ إذا كان مداوما على العطاء صار العطاء له خلقا، فأصبح جامعا بين أمرين في وقت واحد، القيمة والأخلاق. وأما إذا أقر بقيمة العطاء ولكنه لم يقم بالعطاء مع قدرته عليه، فإنه يعد مقدراً للقيمة ولكنه غير متحل بالأخلاق. فإذا ما انتقلنا من معنى هاتين المفردتين، أي القيمة الشيء ذو القدر نظرياً، والأخلاق هي التطبيق العملي لهذا الشيء في أرض الواقع، فإذا ما أردنا أن نطبق ذلك على واقعنا المعاصر في عالمنا العربي والإسلامي، بل وبالنسبة للبشرية جمعاء، أرى أن الحق سبحانه وتعالى قد وضع لنا قيماً تبلغ حداً في الكثرة، أثنى عليها ودعا إليها وامتدح القائمين بها. والمطلوب من البشرية بعد، وبخاصة ممن تبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحول المعرفة النظرية أي القيمة إلى سلوك عملي،
الله سبحانه وتعالى بيّن لنا قيماً حصرها في هذا اللقاء غير مستطاع، ولكني كما قلت آخذ ما نحن بحاجة إلى تناوله في ظل أيامنا هذه. الأمن قيمة من القيم أثنى الله عليها وامتن بها على من شاء، وذكر الأمن كنعمة من النعم، وأخبرنا أنه إذا أراد أن يعاقب أمة من الأمم سلبها نعمة الأمن. والدليل على هذا أن الحق سبحانه وتعالى وهو يعتب على قريش عدب اتباعها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لهم نعماً أنعم بها عليهم، وألزم الآخرين بالقيام بها بحق آل البيت الحرام. قال تعالى: أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولهذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلي قيمة الأمن من خلال الأحاديث النظرية ومن خلال التطبيق العملي. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن كل أمة أو دولة إذا تحقق لها الأمن فإنها قادرة على أن تحيا حياة طيبة مباركة سعيدة. وإذا سلبت الأمة أو الدولة نعمة الأمن فإنها ستعيش عيشة ضنكا، لأنها أهدرت قيمة من القيم ولم تتخلق بها في واقعنا المعاصر أو في واقعها في كل زمن من الأزمنة. رأينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث كل مسلم على ألا يروع مسلما ولو كان من باب المزاح. فبعض الناس يذهب إلى صديق له نائم ثم يفزعه من باب المزحة، وهذا لا يجوز من الناحية الشرعية، لأن هذا حدث في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحد الصحابة نائما فأتى آخر وأمسك حبلا وحركه على صدر النائم ففزع، فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكره وقال: لا يتأتى لمسلم أن يروع مسلما. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا أن يحمل أحدنا السلاح على غيره أو على أخيه، وبين أن القاتل والمقتول في النار. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن هذا حين قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل أن يذهب إلى النار، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على أن يقتل صاحبه. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كل مسلم إلى أن يفشي روح السلام بين الناس أجمع، وأن يحيي شعيرة أو قيمة الأمن والطمأنينة داخل المجتمع. ومن أول خطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
حين وصل إلى المدينة المنورة أنه قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام، تدخلون الجنة بسلام. دعوة إلى أن تسود روح الأمن داخل الأمة أو داخل المجتمع. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أي مسلم أن يهدر أو أن يقتل مسلماً لأي علة من العلل إلا ما استثني فيما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما استثني فيما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم به إلا ولي الأمر أو من يقوم مقامه أو ينيبه فيما هو منوط به. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي أيام أو في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى المسلمون بغير المسلمين، وعندما تلاحمت السيوف قال أحد المشركين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سمعها أحد الصحابة ولم يعرها اهتماما، وظن أنه إنما قالها خوفا من أن تقطع رقبته، فأطاح رأسه بالسيف. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني لم آمر ولم أشهد ولم أرضى حين بلغني. اللهم إني لم آمر، أي لم آمر مسلم أن يقتل مسلما، ولم أشهد الواقعة، ولم أرضى حين بلغني. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل عن هذا الأمر قال: إنما قالها متعوزة، هي وقائع تكررت. لكن من بين هذه الوقائع واقعة ذكرها ابن هشام في سيرته، قال: إن الذي قتل هذا الرجل الذي شهد شهادة التوحيد حين مات، أن قام أصحابه بدفنه فكلما وضعوه في الأرض لفظت، أي أخرجته من بطنها مرة ثانية. فذهبوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له ما كان، فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الأرض تقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظكم لأنه قتل رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. شوفوا قيمة الشهادة في حقن الدماء وحصن الدماء ومنع الاعتداء. ثم قال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألقوه في شعب من الشعاب وردوا عليه من الحجارة ما استطعتم. يعني خدوا كده أي مكان، شق بين جبلين وحطوه واطرحوا فوقه من الحجارة ما استطعتم. هذا الأمن باختصار قيمة نحن المسلمين مطالبون بها على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى العالم الإسلامي
وعلى مستوى البشرية جمعاء. أما نحن كأفراد فنحن مطالبون ألا نؤذي غيرنا، وألا نعتدي على غيرنا، وأن نبذل الأمان لغيرنا. واعلموا أن كلمة السلام عليكم معناها أنك تعطي الأمان لكل من ألقيت عليه هذه التحية، لأن كلمة السلام تعني الأمن، تعني الأمان، تعني اسم من أسماء الله، فكأنك تقول اسم الله حصن لك مني. وعندما يرد عليك قائلا وعليك السلام فإنه يبادلك أمنا بأمن وسلما بسلم. فهذا على مستوى الأفراد. وعلى مستوى الدولة فنحن نعلم أن الله جند لهذه الأمة جيشا لا تفطر عين القائمين به أو القائمين عليه عن صيانة الحدود وعن رعايتها وعن درء الخطر الذي يتهددها. وهذه الأعين جعل الله لها في مقابل قيامها على تحقيق نعمة الأمن، على تحقيق نعمة الأمن أعظم الأجر. وكلنا يحفظ الحديث النبوي الشريف: أعين لا تمسها النار، وفي رواية: ثلاثة أعين لا تمسها النار، عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هي أعين رجال الأمن كرعاية داخلية، وأعين رجال الجيش كرعاية داخلية وخارجية. الحمد لله الذي أنعم علينا في مصر بنعمة الإيمان، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يعيننا على إعلاء قيمة هذه القيمة. وعلينا أن نتذكر ما أخبرنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: من أصبح معافاً في بدنه، آمناً في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيذت له الدنيا بحزافيرها. نسأل الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على مصر وعلى المصريين، وأن يحقن دماء إخواننا في السودان وسائر بلاد المسلمين، وأن يوقف الحرب بقدرته وإرادته ومشيئته بين البشرية جمعاء، وأن ينشر السلام والوئام على سائر خلقه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. شكرا لكم، والحمد لله رب العالمين. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، على هذه الكلمة الطيبة عن أثر القيم والأخلاق في بناء الدول. أيها الأحباب، الدين خلق كله، ومن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. الدين يسر وسكينة وطمأنينة، الدين في الابتسامة والسرور، والتبسم صدقة وعبادة، وصلاح القلب في سلامته من الحسد والحقد والرياء والغلظة، ليكون قلبا صادقا سليما محبا لكل الناس. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيها الأحباب، ومن مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة
حيث الأسابيع الدعوية والثقافية لوزارة الأوقاف المصرية نعيش مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا ومولانا الإمام الحسين وعن جميع آل البيت الطيبين الطاهرين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أيها المستمعون عباد الله، بادئ ذي بدء أتقدم بخالص الشكر والتقدير وخالص الدعوات لأستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة على رعايته لمثل هذه الندوات والمؤتمرات التي تنشر الفكر الوسطية في ربوع العالم أجمع، فجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء. والشكر كذلك موصول لأستاذنا وشيخنا الذي تربينا على يديه في فترة الجامعة، معالي الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، وجزاه الله تعالى خيرا عما طوف بنا حينما فرق لنا سيادته بين القيمة وبين الخلق، وأنك لا بد أن تعترف أولا بالقيمة ثم بعد ذلك لزاما عليك أن تترجم هذه المعرفة إلى خلق وواقع عملي. واسمحوا لي أن أدندن مع حضراتكم في هذه الدقائق السريعة حول هذه القضية، وأقول وبالله التوفيق، لا أعلم فيما أعلم حضارة من الحضارات، ولا ثقافة من الثقافات، ولا دين حتى من الأديان، حث وأمر بالقيم وبالأخلاق أكثر من دين سيدنا محمد بن عبد الله. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى حينما وصف نبيه وصفيه وحبيبه وعظيمه محمد صلى الله عليه وسلم قال لحضرته: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولته النبوية المحمدية المدنية بالقيم وبالأخلاق، والله أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بالقيم والأخلاق. فحينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبعد أن بنى المسجد، أرثى النبي صلى الله عليه وسلم القيم والمثل والأخلاق التي تساعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحبة الكرام على إنشاء وبناء دولة جديدة قوية عميقة على أخلاق محمد بن عبد الله. فأرثى النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الإيثار، وأرثى النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ التسامح وقيمة التعاون فيما بينهم. كل هذه المبادئ والقيم التي نشأها النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع بناء دولته المحمدية النبوية المدنية الجديدة كانت من أهم العوامل في بناء دولته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحق لنا أن نقتدي بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصحب الكرام، واعلموا أنه والله وبالله وتالله لا عز لنا ولا كرامة لنا إلا إذا صرنا في ظل المبادئ الإسلامية والأخلاق النبوية. مهما بلغنا من تقدم ومن علم ومن ازدهار ومن تكنولوجيا، لن نصل إلى أعالي درجات القيم والسلوك والرقي والحضارة إلا إذا التزمنا بالمبادئ والقيم كل في مجاله. حينما يلتزم الطبيب بالمبادئ والأخلاق ويعلم أنه لا ضرر ولا ضرار، وينبغي عليه أن يكون منصفا
وأن يكون حاذقا، ساعتها ستقوم للدولة قائمة. حينما يقوم المعلم بقيمه وأخلاقه ومثله التي دعاه إليها الدين والوطن وما تلزمه عليه تلكم الوظيفة من عهود ومواثيق، وأنه لا بد أن يتفانى في عمله، والله ستقوم لنا قائمة كل في مجاله. حينما يعلم الجميع أنه مكلف ومسؤول ولا بد أن يقوم على مبادئ وظيفته وعلى التقارير التي مضى عليها في مطلع وظيفته، وأن يكون صاحب نزاهة، صاحب إنصاف، صاحب شفافية، صاحب صدق، صاحب يد بيضاء، ساعتها ستقوم للدولة قائمة. وأظن وبالله التوفيق أننا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى مراحل طيبة في وزارة الأوقاف من إرشاد ودعوة ونصح وتوجيه على كافة المؤسسات وعلى كافة الأصعدة. فوزارة الأوقاف لا تألو جهدا في نشر الفكر الوسطي والدعوي، لا تألو جهدا في بث الأخلاق حتى في النشأ الصغار منذ نعومة أظفارهم. ووزارة الأوقاف تهتم وتحمل على عاتقها هذا الأمر ليل نهار صباح مساء. وزارة لا تنام ولا تكل ولا تمل، تعمل كل العمل لنشر الأخلاق الفاضلة على مستوى الأصعدة. فاللهم صل على معلم الناس الخير. واسمحوا لي أن أقول، حينما طالعت سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ووجدت أن أحدهم تصدق بماله كله، ومنهم من تصدق بنصف ماله في سبيل دينه ووطنه، ومنهم من قام الليل كله في ركعة واحدة قرأ فيها القرآن من أوله إلى آخره، ومنهم من كان يصوم كل يوم لا يفطر أبدا، فتعجبت، قلت أنى لي وأنى لأمثالنا أن يصل إلى درجة الصحابة الكرام هؤلاء الصوم القوم. فوجدت أمرا والله لو قمنا به وصلنا إلى درجات الصحابة الكرام، ذلك حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: وإن الرجل ليصل بحسن خلقه إلى درجة الصائم القائم. اللهم صل على معلم الناس الخير. فحينما تتمثل بالأخلاق الطيبة والقيم الإسلامية، ساعتها ستصل إلى درجة الصائم القائم. لديك إنصاف في معاملة الناس، لديك مثل وقيم ووسطية وعدم تحيز وصدق ووفاء في معاملاتك مع الناس، أنت صاحب يد بيضاء لا تعرف الرشوة ولا تعرف الغلظة ولا تعرف القسوة ولا تعرف الظلم ولا تعرف الاعتداء على الآخرين ولا تهضم حقوق الناس، ساعتها أنت ممتثل للقيم الإسلامية التي دعاك إليها الإسلام. فاللهم صل على معلم الناس الخير. وإلا ما قيمة الصلاة والصيام والزكاة والقرآن وأخلاقك غير منضبطة مع الناس، مع الآخرين، مع الجيران، مع أصدقاء العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويذكر لنا أن امرأة كثيرة الصلاة والصيام والصدقة وكذا، لكن لديها مشكلة أخلاقية واحدة، عندها مشكلة في القيم، تؤذي الجيران بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ويقول أهل العلم أن كل العبادات التي شرعها الله جل وعلا شرعت لأجل تحسين الأخلاق. فاللهم صل على معلم الناس الخير. الصلاة مثلا، قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أخلاقه صل ما شئت، ولكن لا بد أن تنتج هذه الصلاة أخلاقا طيبة في معاملاتك مع الغير، تضع على صدرك وسام القيم والخلق بعد انتهاء الصلاة مباشرة. الصلاة تربيك
أنه بعد انتهاء الصلاة إذا خرجت وقابلت أحد المتغطرسين أن تكون ذا خلق متفوق عليه. الصيام خلق، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. أخلاقه الصيام يعلم، شرع الصيام لأجل أن نتربى على القيم العالية والمثل الطيبة. الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تذهب إلى الحج هذه الرحلة العظيمة وهذه الشعيرة الغالية التي ربما تنفق فيها كل غال ونفيس فقط، بل من أهم الأمور التي من أجلها تذهب لأداء هذا النسك هو أن تدرب نفسك على الأخلاق الطيبة والمثل العالية. الزكاة تخرج من مالك، وأخبر القرآن أننا نحب المال وهذه فطرة وجبلة، وتحبون المال حبا جما، ومع ذلك أنت تجاهد نفسك وتخرج من مالك إرضاء لهذا وجبرا لخاطر هذا ونفقة وصدقة وعطية وما إلى ذلك، ومع ذلك هذا الإخراج لمالك يدربك كذا على القيم والمثل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما أجمل أن نهتم بالنشء الصغير وبأبنائنا، وأن نكون لهم قدوة في هذا الأمر، أن نكون قدوة وبحق قدوة صادقة خالصة في المثل العليا والقيم الطيبة والأخلاق الإسلامية، حتى ينشأ جيل يعرف أن السرقة حرام، ويعرف أن الكذب حرام، ويعرف أن الغش حرام، ويعرف أنه لا بد وأن نحافظ على الدين والوطن، ويعرف أنه من سلالة أمة سيدنا محمد رسول الله، ولا بد عليه أن يسير على نهج ونبراس سيدنا رسول الله في صورته وسيرته وسريرته، ولا بد أن نكون نحن قدوة لأبنائنا في هذا. ساعتها سنكون من أهل الأخلاق الفاضلة، وسننضم ساعتها إلى قوافل أهل الأخلاق الذين هم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أعالي جنات الخلد. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يطيب كسبنا، وأن يقنعنا بما رزقنا، وأن يديم على مصرنا نعمة الأمن والأمان والعز والاستقرار. إن ربي على ما يشاء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. شكر الله لكم حسن استماعكم. شكراً لفضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، عن هذه الكلمة الطيبة عن أثر القيم والأخلاق في بناء الدول. يقول الحق تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أيها الأحباب، قيم أهل الإسلام تنبع من دينهم وعقيدتهم. يقول عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. ويقول الحافظ المحاسبي: من عزيز الأشياء حسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة. ويقول يحيى بن معاذ: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. نسأل الله عز وجل أن يجملنا بمكارم الأخلاق. أيها الأحباب، نختتم حفلنا الطيب المبارك
بهذه الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ سعيد هزاع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك يا وحسن لقاك يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب فاحفظ مصر واحمي جنودها يا رب. يا رب فاحفظ مصر واحمي جنودها واجعل امانا في البلاد يسود يا يا رب. صلي على الحبيب صلي على الحبيب محمد. يا رب صلي على الحبيب المجتبى يا رب. يا رب صلي على الحبيب المصطفى. فأنا بحب الهاشمي سعيد. أنادي الله في حلك الظلام وأسأل الوصال مع الحبيب. أنادي الله صبحا وليلا وأسأل اللقاء مع الحبيب. فإن سعادتي في أنس طه صلاة الله
طبيبي، فإن أحيا ابن مريم جسم موتى، فإن أحيا ابن مريم جسم موتى فإن المصطفى محيي القلوب. هنيئا 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 أهل مصر لكم هنيئا، تقول كنانة تقول كنانة طه نسيبي. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، يا إمام الهدى، يا قمة التقى، يا مفتاح باب الرجاء، يا من عليك صلى الله. جد الحسين، جد الحسين، جد الحسين، جد الحسين، أبو الكرام الكرام، رسول جد الحسين، جد الحسين، جد الحسين، أبو الكرام، أبو الكرام رسولنا. فبحبك فبحبك قد بحت بالإنشاد بنفيسة، الله الله، بنفيسة بنفيسة مع زينب، بنفيسة مع زينب وسكينة، كل الكرام، كل الكرام، كل الكرام يأتوا لأرض بلادي. بنفيسة الله الله مع زينب، بنفيسة مع زينب، بنفيسة مع زينب وسكينة، كل الكرام، كل الكرام، كل الكرام يأتوا لأرض بلادي. صلي مع بعض على سيدنا النبي ونقول اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء. الله لا المصطفى.
اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء. إمام العلوم وبحر الوفاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ سعيد هزاع، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذا الاحتفال الطيب المبارك من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية. وكانت ندوة الليلة عن أثر القيم والأخلاق في بناء الدول. حضر معنا من قيادات وزارة الأوقاف الدكتور سعيد حامد مبروك مدير عام الدعوة بأوقاف القاهرة، والشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام الإدارة. الشكر موصول لقيادات وزارة الأوقاف وعلى رأسهم معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.